السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشاهد مباراة وأنقل وضعيات منها أضعها على هذا الرسم وأحللها. هذا بسبب يعني طبعاً أنا مسكوم جداً يعني اعذروني. السبب أحد الأخوة اللي يريد في فكرة أن يعمل رسالة مع الماجستير بتحليل 10 مباريات جيدة من كأس العالم الأخير بروسيا 2018، ويريد يضع عن كل مباراة بين 7 إلى 10، فيسمي الأضع 7 أو 10 وضعيات تأخذها من كل مباراة توقفها وتحولها على الرسم هذا، وأنت تعرف نتيجة الوضعية، بس أنت تأخذ وضعية اللاعبين وكذا قبل أن تحدث، يعني قبل أن يصير الحدث. على سبيل المثال هاي وضعية اللي أمامك هذه، ماكو هذه اللي أنا مخليها، شوف التلفزيون، بالتلفزيون الآن أنا أشوفه وعندي ريموت كنترول وأوقف الصورة، أقدر من أوقف الصورة أسوي شوت إلها وأجيبها، أوزع اللاعبين كما في الصورة الحقيقية. فشي يصير عندي، يصير عندي وضعية معينة من مباراة حقيقية، وأعرف الحدث اللي صار. مثل هنا أنا بهاي الوضعية أعرف الحدث اللي صار، واحد من ذني الأربع الخيارات هو الحدث اللي صار، نجح أم فشل أنا أعرفه، وأني أضيف ملكتي الفكرية طبقا للوضعية، أضيف خيارات أخرى وأترك 4 خيارات وأتركها للرسم، وأروح أخذ 7 وضعيات تكتيكية، 10 وضعيات يكون أحسن، يكون العدد أحسن، يكون التحليل أحسن، وأضعها على شكل اختبار تكتيكي. هاي الاختبارات التكتيكية يعني تعرض بطريقتي اللي سميتها 30 ثانية تشوف و 30 ثانية تتخذ القرار، 30 ثانية تشوف و 30 ثانية تتخذ القرار. والعينة اللي تشتغل عليها هم لاعبين ومدربين، وما في أسماء، يعني اللاعبين والمدربين ما يكتبون أسماءهم حتى لا يعني يجنبون المستحى من الفشل. ما في فشل، الفشل هو أن ما تشتغل، الفشل هو أن ما تخطأ. تخطأ تتعلم كثير، خصوصا يعني طلاب الدورات التدريبية وطلاب يجب أن يخطأوا، خل يخطئون حتى يتعلمون لا يأخذون الحلول جاهزة. فأنا الآن أشوف مباراة، شوف أعطيك الصوت مالها، يعني أشتغل الحين لو تحدث وضعية واضحة وأشوفها والفيو مالها كبير أوقفها وأحولها على الورق وأسوي خيارات 4 من ضمنهم الخيار اللي صار، هسا هاي الوضعية كل زين أماني وواضحة، تقريبا 9 لاعبين موجودين، واضحة هاي الوضعية، و9 لاعبين هم حول الكرة وشوي أبعد من الكرة، يعني فيمكن أن أضع خيارات تكتيكية، لأن سوى الحقيقة سوى دحرجة وانقطعت الكرة، فكان عنده خيارات تكتيكية أحسن. إحنا نحط الدحرجة وما نقول خطأ، ونحط الخيارات التكتيكية الأخرى. وإذا يعني يسمح لي الباحث، إذا هذا البحث أخرج بشكل ممتاز، يعني الصورة مال المباراة الحقيقية مع الصورة اللي خليتها على الورق يطلعون بنفس الوقت، يعني يطلع فيديو من مباراة واقعية ويطلع رسم أثناء المناقشة مالتك مال الماجستير، وإن شاء الله تأخذ الماجستير بإذن الله. لكن لما تريد تقدم هذا قدم حسب آليتي باختبارات التكتيك اللي قلت 30 ثانية تعرض على الشاشة وال وعنده خيارات، العينة عندها خيارات 1، 2، 3، 4 أشهر، واحد يأشر بس 30 ثانية كافية أن يقرأها فكريا ويأشر ويتمطي في الشاشة، يطلع اختبار آخر 30 ثانية وتمطي في الشاشة، يطلع روعة يعني أنا أعتقد، يعني هو أخذ مشورتي طبعا، الرجل قال لي عجبني دكتور موضوع أنت طرحته، اختبارات تكتيكية 30 ثانية 30 ثانية
قلت له والله يعني 30 ثانيه تطلع لي بس المدربين اعطوهم 20 ثانيه ولا حد يسجل اسمع الورق اختبار عشوائي يعني بدون اسماء اعطيني الورقه ومع السلامه وراح تطلع النتائج فظيعه وراح تطلع يعني اشوف هذه رساله ماجستير وانا قاعد من جهه اناقشها قبل ان اناقشها اقدم الشكر والتقدير لكاتب الرساله اقول له شكرا جزيلا على هذا الموضوع الجيد لان هذا موضوع جيد جدا لتنميه المهارات الفكريه عند اللاعبين والمدربين يعني ان شاء الله تكون الرساله وصلت وهو الان ما اللي قاعد الموافقه ما عشان يدور على موافقه تصدر موافقة من المشرف قلت له إذا المشرف خلي خابرني إذا ما يوافق له خلي خابرني أقول له وافق لي ليش؟ لأن هذا اللي أريده يعني الآن بالبحوث خصوصا في الألعاب الرياضية أريد نحرك الجانب العقلي عند الأكاديميين شكرا جزيلا شكرا بالتوفيق طبعا للجميع